إيهاب، روحي من هون. كيف؟ روحي. ممكن تفهمني؟ لارا روحي من هون وتركيني بحالي بقى. مرال، 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 افتحي. طيب بس قولي لي شو اللي صاير. يعني إيهاب عمل لك شي؟ احكي لي بس شو صاير معك. مرال، مشان الله افتحي الباب خلينا نحكي شوي. أصلا بعدين لك كرمال الله هيك رح تشغليني بالي. بس افتحي الباب وخلينا نحكي شوي. مرال خلاص معلش بدي يبقى لحالي شوي. إيهاب كيفك؟ شو بك ليش متوتر كل هالقد؟ في شي؟ شي طبيعي لما الواحد يتقلع من شغله. إيه دخيلك لا تحط ببالك، أحسن لك هيك بتقضوا شوية وقت مع بعض. اتفقتوا شو رح تعملوا؟ أنا برأيي مو دغري تبلشوا شغل هلأ، انبسطوا بعدين بتدوروا على شغل، لأنه بجوز ما تشتغلوا بنفس المكان. تحسين هلأ وقتك تتمسخر علي؟ هي هنيك مديرة، يعني معقول تترك الشغل لأنه أنا تقلعت؟ دقيقة، يعني لسه ما عرفت؟ ليش؟ شو اللي بدي أعرفه؟ إنه مارال مبارح استقالت. كيف؟ بعد ما رحت أنت رحت لعند هادي وقالت له إنه بدأ تترك. مروش، حضرت لك الفطور وجبته معي. يلا حبيبتي قومي كلي لك كم لقمة. مارال، أوف، ما بدك تحكي. طيب طول الليل ما قدرت نام لأنه مشغول بالي عليكي، وبعدين اليوم يوم عطلتي. شو رأيك تجي نقعد سوا نفطر ونحكي؟ أنا طالعة بدي روح على لونا. ليش على لونا؟ طيب أنتي مستقلتي؟ بدي جيب أغراضي وبس أرجع بنقعد بنحكي. حبيبتي ليش ما بتأجلي؟ خلينا هلأ نقعد نحكي. والله مشغول بالي بس احكي لك شي كلمة. أصلا حاج تضغطي علي، خليني روح هلأ وبس أجي بنحكي. لهلأ ما عم أفهم ليش ما خبرتني. يعني تحسين انت قلي الوحده مو لازم تتصل وتخبر انه هي استقالت؟ انا بعرف انه راحت على النادي لتحكي معك. شو ما حكيتوا سوا؟ مرال وين هلا؟ هلا هي بالبيت، حكيت مع اصلا وقالت لي انه طول الليل كانت بغرفتها عم تبكي. ما جابت لك سيره شيء تاني؟ لا ما حكيت، اصلا هي ما حكتها ابدا. شبك شو القصه؟ صاير شيء؟ بعدين بحكي لك. شو بعدين رح تحكي؟ بعدين خبرني هلا. إيهاب؟ مرال هون أصلا؟ مو هون، راحت على لونا مشان تجيب غراضها. خبرتك شي قصة غير هي؟ شي مثل شو؟ يعني يمكن ما بعرف شو حكيته. ما حكينا لأنه ضلت للصبح عم تبكي. لحظة، اللي في شي صاير بيناتكن وهي ما خبرتني؟ إيهاب، إيهاب، آي يا حبيبتي، إنه عن جد كنتي مصدقة؟ من كل عقلك مصدقة إنك بتستحقي لهالكرسي؟ بالله شو كنتي متوقعة؟
يعني بالنهاية أنت بس جرسونة لا أكتر ولا أقل؟ لا لا، خلينا ننظر من الناحية الإيجابية، يعني بالنهاية صار عندك حكاية حلوة تحكيها لأحفادك بالمستقبل. آه آه، بس طبعا حبيبتي هذا إذا هن صدقوا حكايتك. من بعد اليوم لا تشتغلي شغل يكون أكبر من حجمك، ماشي؟ وأكيد بهمك هذا الموضوع. معك حق، أنا الخسرانة فلهيك خلص. آه يا حبيبتي، ممكن تطلعي؟ لو سمحتي بدي أعرف ضب غراضي. آه طبعا، ايه ضبي بسمح لك. مارال أردام، تشرفت كتير بمعرفتي فيكي. الله معك، باي باي. ليش ما حكيتي؟ ليش ما قلتي انك استقلتي من الشغل؟ ايه وشو رح تفرق؟ بعرف السبب، انا الحق علي بكل شي صار. ايه مثل كل مرة. شو قصدك؟ عملت المستحيل لحتى ما يقلعوك من الشغل، بس انت ما تحكمت بحالك مو؟ ايهاب اللي ما بيفكر بشي، او لسه الاسوأ، ايهاب اللي ما بيفكر غير بحاله. ما بتعرفي شيء وعم تحكي بدون ما تفهمي. سمعت هالكلمة ألف مرة، احكي احكي وخليني افهم. واهلي كمان ما ساعدوني بشيء ابدا وما سألوا عني، وهو بيعرف هالشي صار يستغله ضدي وحاول كتير لحتى اروح. عمل كل شيء. وانتي ليش ما رحتي؟ كنت رايحة، بس لما طلعت بالباص انت منعتني روح. بوقتها كنت دائما تقلي ماما خليكي لا تضعفي ابدا، ارجوكي حاربي، انت لازم تضلي غصبا عنه. مثل ما توقعت. الشيء اللي بحياة ايهاب بيك نحن ما فينا نفهمه، صح؟ آلام كبيرة واسرار كبيرة، نحن ابدا ما فينا نفهمك. مارال، بدي أسألك سؤال، إذا لسه بتحترمني شوي بتجاوبني. ليش بست لارا؟ ما حد جاوب. مارال، مارال اسمعيني، اسمعي شوي. اتركني. بدك تسمعيني. تتذكر شي لما قلت لي انت إلي؟ انت إلي. انا ضاعت تحت هديك الكلمة وصدقتك. انا كنت مفكرة اللي بيناتنا شي خاص. يا ربي. وانه انا غير الكل، الكل. بس طلعت غبية، وعن جد طلعت ما بفهم. لك مارال لا تروحي، انا بحبك. اصحك اصحك تحكي عن الحب. انت اصلا ما بتحب حدا غير حالك، لا أنا ولا أمك. كيف؟ أنت سمعتني صح؟ لك صدقني أنت واحد ما بيهمك إذا بتأذي اللي حواليك، وطبيعي رح يجي يوم وتأذيها إلها. أنت عرفاني حالك شو عم تقولي هلأ؟ ها؟ عرفاني حالك شو عم تقولي مارال؟ خلص ما بدي أحكي. كيف يعني هلأ ما بدك تحكي؟ هيك بتحكي اللي بدك إياه وبتروحي؟ أنت هلأ معصبة من إيهاب ومشان تعذبيه مستعدة تعملي كل شيء. إيه برافو والله. ليش عم تعلي صوتك؟ لك لسه لك حيل تجي لهون؟ ما كفاك اللي عملته يا قليل الأدب؟ انت لا تتدخل هادي بيك. لك لساته عم يجاوبني؟ ولك انا بفرجيك يا حرس، خدوه من هون، خدوه ورموه برا احسن ما ابتلي فيه، خدوه لبرا. لك انا قلت لك لا تتدخل، قلت لك لا تتدخل، اتركوني. لك عم لك اتركني. ولك قديشك واحد قليل ادب ووسخ، انه بس فهمني انت ما تربيت ببيت اهلك ابدا. اكيد كلاب الشوارع هن يلي ربوك. شو قلت؟ عيد شو قلت؟ ولك شو قلت؟ ارموه برا، يلا لبرا، يلا. رح نتواجه، رح هد هالمحل على راسك، ورح هد لك بيتك على راسك، رح هد لك.
آخر كلمة قلت لي إياها. بدك تهد بيتي على راسي ولك أنا بفرجيك. هادي بعدي من قدامي. شو بهون؟ كل واحد على شغله. يلا لبرا. لك انتو ليش عم تتدخلوا بالقصة؟ روك انتو روحوا من هون فورا. روك امشي. تحسين بعد تفوت موته. إيهاب خلص وقف وروق. إيهاب اهدى. ما شفته كيف صرخ قدام الكل ورماني برا؟ قال كلاب الشارع هي اللي ربتني. سمعته؟ بدي روح حاسبه على هالكلمة. بس بعد من الأول حاول تهدى شوي لو سمحت. جيبولي إدبارة إيهاب لعندي على المكتب بسرعة فورا. واحد حقير وواطي قال بده يهد بيتي على راسي. خلينا نشوف. ألو جهاد اسمعني، رح أعطيك عنوان هلأ، تعمل مثل ما رح قلك. تحسين أعصابي كتير تعباني، من شان الله تركني تركني. اكشبك إيهاب، شو عم تعمل؟ شو اللي عم تساوي؟ خربت الدنيا كلها وعم تعطي فرصة لهادي لينتقم منك. لك شبك اهدى. شو جنيت؟ خلص بقى اسمع الكلمة. أنا بدي موته. إيه رح خليه يندم على كل شي عمله. اصحى على حالك وفيق، على قد ما عم تفكر بالانتقام جنيت وما عاد حسبتها. إيه جنيت؟ عندك شي مانع؟ اللي بده يصير يصير. كيف بقى اللي بده يصير يصير؟ ما عاد شفت قدامك وعم بحكي كرمال مصلحتك. انساني هالقصة، خلصنا بقى. ما رح ارتاح أبدا إذا أنا ما حرقت له قلبه لهذا الرجال. صدقني ما عم أقدر نام بالليل يا تحسين، وكل ما أطلع بأمي عم يحترق قلبي. طيب معك حق وانا عم بفهمك. ما عم تفهمني وما رح تقدر تفهمني. انت مبسوط بحياتك لانه انت امك وابوك جنبك وعايش معهم مرتاح، بس تحتاجهم بتقدر تضمهم. لك افهمني، انا ما عرفت ابي بكل حياتي، ولك انا ابي واحد وسخ وعديم الشرف وتافه، وهلأ بدي روح دقب خوانيقه وحاسبه على كل شيء. خلص بقى اهدى. اتركني. ما بدي. لك يا اخي عم قلك اتركني. خلص ما بدي اتركك. ما بصير تروح. خير إن شاء الله. نعم بعدي من وشنا. لك هتروق حالك؟ شو هاد؟ لازم تسوق مثل البشر. عم احكي معك انا، ما عم تسمعني؟ مفكر حالك شغلة كبيرة؟ شو؟ لك لا لك, لك شو عم تساوي؟ لك يا مجنون؟ لك لا لك شو صدق؟ يا غبي كسرت البلور. الله لا يوفقك. Thank you.
كأنه ما عجبك الفيلم شوي. حاسس انه ما عجبك. شو بيعرفني؟ زعلت لأنه البطل بالأخير ترك البطل. شاب وسيم إذا بيأشر بإيده بتلحقه ألف بنت، وهي البنت كتير بشعة. برأيي معه حق. ليك قال هو معه حق؟ أصلاً أنتوا كلكم مثل بعض. شو تعمل البنت يعني؟ شو ما عملت ما كان يرضى؟ لك خلصنا بقى، كله فيلم. إيه؟ يعني الشاب معه حق؟ لك يا الله شبك، يعني ما بيصير أمزح معك مرة. إيهاب لا تتركني أبداً ماشي. صوركم شباب؟ ايه صورنا معلم. عأساس ما بتحب الصور حبيبتي. هلأ بدنا صورة مشان الذكرى. مستعد موت وما أتركك، مستحيل نفترق. أمي 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 شبك؟ أمي عم تسمعيني؟ إيهاب طمني، كيف خالي روان؟ لسه ما قالوا شي، لساتني ناطر. وكيف صارت الحادثة؟ رحت على البيت لقيته مكركب وأمي مرمية على الأرض. يا الله، مين ممكن يعمل هالشغلة؟ تحسين سامحني على كل شي سويته معك. ما يهمك يا زلمي، المهم أنه أمك تكون بخير. كيف أمي؟ خلص طمن، صورة الدماغ نظيفة، اللي صاير جرح براسها هذا كل شيء، معفاي. طيب فينا نشوفها هلا؟ برأيي الأحسن ترتاح هلا، بعدين بتشوفها، معفاي. شكرا مرة تانية. شكرا الحمد لله. يلا شاية. مرال حبيبتي وينك من الصبح؟ انشغل بالي وانا عم دق لك وانت ما عم تردي، بدي اطمن عليكي. حبيبتي تعالي تعالي خلينا نقعد. تعي حبيبتي. قولي لي مين اللي مزعلك ومخليكي تبكي هيك؟ اذا بدك منروح منقتله. ياب. ايوه كنت متوقعه. شو صار متخانقين؟ يا ريتنا كنا متخانقين. يا مرال أنا رح أجن مشان الله أحكي شو صار. يلا إيهاب ولارا كانوا في احتمال تكون سرقة طالما ناكتين البيت ومكركبينه. طيب أنت لفت انتباهك شي؟ يعني سارقين شي؟ كدخيلك خليهم يسرقوا شو ما بدهم، المصاري بتتعوض. المهم انه خلي روان بألف خير والباقي ما في شي مهم. انا بعرف مين اللي عمل هالعملة.
شو قصدك إيهاب؟ لا تحكي بالألغاز إيهاب. تحسين أنت خليك بالمشفى هون مع أمي، أنا عندي شغلة رح حلها وأرجع فورا. إيه طيب بستنى، بس أنت لوين رايح إيهاب؟ إيهاب لك يا عيب الشوم عليه، ولك يا عيب الشوم، لك كيف بيقدر يعمل هيك بحبيبتي مرال؟ وهديك الشقرة عن جد حية وما أنا قليلة، لك ما عم تضيع أي فرصة. شربي مروش، لا تزعلي ماشي، معناتها هو ما بيستاهلك، وانتي هلأ رجعتي من أول الطريق، يعني مو هيك؟ خلاص ما ضل حدا اسمه إيهاب بحياتي، سكرت صفحة لونا كمان، خلص المشوار. ممكن؟ بتعرف لي شارع دينيز من وين؟ لا والله ما بعرف. طيب وشارع بكارشو؟ قالوا لي انه قريب من هون. ليك يا اخي انا ما بعرف، انا غريب عن هالقرنة. ايهاب أحياناً بلحظة مو متوقعة كل شي بيتغير بحياتنا، ومع أنه نحن منعرف أنه رح نواجه مصاعب كتيرة بطريقنا، دائماً منلاقي حالنا مو مستعدين، ولما بتجي الضربة الأكبر بحياتنا منحس أنه كل شي منؤمن فيه ومصدقينه بحياتنا بينقلب علينا. بس مهما صار الحياة بتكمل طريقة بدون ما تهتم فينا، لهيك لازم نترك الزعل على جنب ونوقف على رجلينا، لأنه ما عنا حل تاني. لو أنا بالماضي هلأ وصار اللي صار معي كله كنت تراجعت، بس تغيرت وصرت مختلفة عن قبل. Thank you.
شو عم تعمل؟ عم حضر الوجبات. الجو غير شكل والمربح بجنن. حلال عليك يا معلمة انت. والله عن جد شي بيخوف، معقول يكون صاير شي؟ ايه متوقعة كل شي، اساسا الشغل مبهدل. طيب بركي قلعونا هلا. لك خلص تفقلي بالخير. شو عم بيصير؟ ليش جمعت الكل تحت؟ اصبري وبتعرفي. هادي ليش ما عم تخبرني بشي؟ شو بدي اعرف من الموظفين مثلا؟ هادي اجا اجا. أنا ما رح أخذ من وقتكم. الكل بيعرف إنه لونا هلأ عم تمرق بمرحلة صعبة وفيها ضغط كبير، وأنا أخذت بعض الإجراءات. المهم بكرة بتعرفوا كل التفاصيل. بعد استراحة الظهر بكرة الكل يكون هون. تفضلوا على الشغل. شو رح يصير هلأ؟ امشوا بنحكي بعدين. هادي شو عم بيصير؟ وانتي كمان رح تسمعي الخبر بكرة مع الكل. طيب فهمني انت ليش ما عم تحكي لي؟ وليش متوتر كل هالقد؟ بعد 60% من حصة لونا، يعني هلأ نحنا صار عنا شريك. ليش ما سألتني عن رأيي؟ على القليلة كنا لقينا حل. ما كان في حل تاني وعملتي اللي لازم ينعمل. على فكرة كان فيك تحكي معي هادي، أنا ما سمعت بالخبر وكأني غريبة. على القليلة كنت عرفت شو القصة معك. لك نحن عم نغرق، ما عاد فيني اتحمل هالعبء والضغط كله لحالي، ولازم نتصرف. لازم. لو أي ترك ومشي ونايا مانا هون، لو أني حكيت معك شو رح يصير وشو رح يتغير؟ عندك فكرة تخلينا نطلع من هالورطة؟ يلا نمشي، أنا تعبان كتير وبدي روح على البيت. برافو برافو. أما هلأ خلونا نسمع غنية من زياد. يلا يلا زياد تعال يلا. زقفة كبيرة مشانه يلا. زياد 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 زياد. مرحبا، سهرة حلوة للجميع. نحن كلنا حبينا وعشقنا هالشي أكيد، وكلنا بالتالي مرق حدا بحياتنا. بس الشي اللي لازم نعرفه، الإنسان ما بيحب غير شخص واحد بحياته، إله مكانة خاصة بالقلب، ومهما صار معنا ما فينا ننساه. حتى منتنفس معه وقلبنا بينبض باسمه. وهلأ بتمنى من الكل كل واحد يفكر باللي بيحبه، وإذا جنبنا نمسك إيده ونعيش معه اللحظة الحلوة،
وبهدي أغنيتي هلأ للبنت الحلوة اللي هي أكبر عشق بحياتي. لك انتم من امتى موجودين هون؟ لك يا بنت انتي محظوظة كتير، ما ضل احلى من هيك رومانسية. ما شفتينا لانك كنتي شاردة. طلعي نحن هنيك ماشي؟ يلا هلأ بجي. باي. استنى، سيارتك هديك. يلا خير ان شاء الله. مين؟ عم دور على روان خانو. بالله بتعرفي لي وينها؟ ابني
حبيبي يا حبيب قلبي معك حبيبتي يا خليني اشوفك يا ستي لك انت هوني وجيت لعندي ايه ليتني جيت لا تبكي خلص ماما لا تبكي طيب طيب حبيبي حبيبي انت يا الله انا شو اشتقت لك يا حبيبي وانا اشتقت لك يا ماما يا ربي ما عم صدق انا لساتك واقف على الباب يلا فوت فوت شبه وشو عم تساوي عم استناكي بدي احكي معي معليش انا من زمان كتير حابب احكي معك بس اليوم الشغل كان كتير هون وجدت اصلا ورفقاتك خلص ما بدي اخرك خلص بنحكي بكره شو هالموضوع بقى انا عم فكر بكم شغله للمستقبل يعني مستقبلنا اثنيناتنا طبعا طيب ما بدي اخرك بيكونوا الطلبات هلا معباين هنيك وناطرينك انا رح ارجع ماشي يلا نحكي بكره حبيبي حبيبي يا عمر امك يا قلبها وروح على روان انت كثير لابق لك ايه شكرا امي خير ابني في شيء كله خير بحكي لك بعدين انا كثير اشتقت لك وين كنت غايب كل هالمده ماما انا قلت لك كان في عندي شغل لهيك ما قدرت ارجع عم تشتغل كتير والظاهر انك عم تكسب ما مزبوط الحمد لله الله يرزقك يا روحي إيهاب عن جد انا بشكرك لانك ما اهملتني ابدا وبكل فرصة كنت تبعت لي مصاري الله يرضى عليك وكمان بعرف انك ما بتعمل شي غلط بس عن جد انا مالي مرتاحة طمني كل امورك بخير امي لا تفكري بهالامور صدقيني ما في شي برا القانون خلص قلت لك رح احكي لك كل شيء روقي وارتاحي روان خانم طيب اذا مثل ما عم بتقول معناها اكيد حكيك صح يا روح لامك انت يا عيوني يا الله شو مشتقت لك اشتقت لك اشتقت لريحتك شو صار بطلبات رقم 8 جاهزين من غير شيء واحد غليظ بخمس دقائق سالني ألف مره اذا جاهز طلبه ولا لسه لك يا الله خربت ضروري توقفي وتنقي فوق راسي وروح تركيزي ليك طلبيتك هنيك ايه عفوا ما انتبهت ما في شي اسمه عفوا هون نحن عم نشتغل وبدك تديري بالك ليش واقفة يلا خدي الطلب تبعك لا تعملي عجقة يا جماعة هون مطبخ يلي ما عنده شغل هون ما يضل واقف الله يسلم هالإيدين يا أحلى أم إن شاء الله صحة وهنا يلا أنا خليني أقوم هلأ إيه لا ما بصير لسه هلأ جيت لعندي ماما عندي شغل أمي خلص تعي لهون تعي هاي أنا رجعت لك ورح ضل هون جنبك بس هلأ عندي شغل خلصه وبرجع تمام طيب إيه عم دور لك على بيت شفت بكم مطرح تروحي تشوفيهم؟ لك لا شو البيت بعدين هيك رح تدفع مصاري كتير لك شو هالحكي هاد انت بتأمري وبس ماما خلص ما بدي بعدين انا حاببته لبيتي خلص لا تخربط لي نظامي ماشي؟ طيب طيب ماشي تكرم عيونك على فكرة المقبلات كتير طيبة هون عن جد بتطير العقل إيه فعلا شي طيب بيشتهي الواحد ما يطلع من هون شو صار لك؟ ولا شي عم ساعدك ريح حالك حبيبتي شبك حاسة في شي شاغل ما في شي لا زياد حكى معي اليوم عن المستقبل
وإنه مشان نضل مع بعض. طيب حلو كتير. ماشي، كل شي جاهز؟ طبعا كله تمام، انت لا تاكل هم، هاليوم كتير مهم. ماشي، وإذا بصير مشاكل؟ طمن يا معلم، رح أجهز البوالين والورد أكيد بكرة الصبح بيجي، بس لا تتوتر. طيب ماشي، شو شغلك هلأ؟ خلص انت لا تتوتر هالقد، كل شي رح يكون منيح، وبعدين رح أعملكم شغلات خاصة. تمام، شكرا لك. أصلا أنا كنت رح أطلب منك هذا الطلب. تكرم عينك ولا يهمك. حليت موضوع الخاتم؟ من الصبح صار لي عم افتل ليك. أوه فعلا كتير حلو، طلعت مزوق عن جد زياد، فرحت لك من قلبي. أساسا مرال منيحة وانتو بتحبوا بعض، بس انتبه اصحك تزعلها. ماشي، يعني انا متأكد انك ما رح تزعلها بنوب، مع هيك لازم تعرف قيمة المخلوقة. صح، معك حق، ما رح اعمل شي بزعلها ابدا، انا بحبها لمرال وكتير كمان. لكم وحدة قلت هالكلمة؟ اه هي غير قبل مرال، انا ما حبيت بشكل جدي وما قلت هذا الكلام لحدا. انا لازم روح. بشوفك زياد. شوفك. لك شو عامل للبنت؟ شو؟ وانا شو دخلني يعني؟ خلص خلص شباك، لا تعصب. لك كل ما تقلب وشها بتتهموني لإلي، حاسس حالي كأني شغول هون. يعني بس للأمانة هي معها حقها. كوميدي والله، حلوة هالكوميديا. ايه مارال، قليلي امتى ناويين تعملوا العرس بقى؟ ليكي لا تعملوا بالصيف شوب، لسه عنا شغل كتير، ضيافة العرس مثلا، كروت الدعوة، وفي فستان العرس كمان. اه وشو بدي البس انا؟ كيف بعمل شعري؟ قولي. اصلا كأنك عم تبالغي شوي، يمكن الشاب ما رح يطلبني للزواج بالاساس. لا، الشاب قالك رح يحكي معك شي مهم، نظراته الك كانت غير اليوم. لك خدية مني، رح يطلب ايدك. حلو كتير. اهدى اهدى يا الله. المهم بدي يكون لك نرجع. وشو هالثياب اللي لابسه؟ شبهه مو لابقيني لكم. مبلا لابقي لك، بس ما لي متعود شوفك هيك. ايه الاحسن الك تتعود. تعال عمي. احكي احكي بسرعه، وين كنت؟ اهدى شوي تحسين، شو بقى رح احكي لك؟ خلينا نطلع لك. لا لا، مش مهوى احسن يعني، ما تسلم تحسين، اسمع الكلمه احسن لك. يلا ولك شو عملت كمان؟ شو يعني مو حلو؟ ها بدي اعرف كم التفاصيل. بحكي لك هلا، بحكي لك، بس طول بالك شوي. مستحيل. ليش مستحيل؟ انت عم تحكي عن جد؟ ونتفهمني انت شو عم سارق بنت لحالك؟ يلا امشي، ما رح استناك للصبح وانت عم تسأل. افهم انت ليش متوترة هيك مارال؟ لانه مو قلتي بكرة زياد رح يطلبني للزواج صح؟ بلا، انا مالي جاهزة وما في بعقلي هيك شي، ومالي مفكرة فيه من الاساس. بس هالشاب لطيف وحلو وبيحبك كتير، وباين من عيونه لو تشوفي كيف بيتطلع فيكي. بعرف، بس بس شو؟ ما بتلاقي احسن منه، وهو مثلك وحيد وما اله حدا، انتو بتفهموا على بعض من نظرة واحدة. الكن سوا 6 شهور، خلال 6 شهور اكيد عرفتي حبيبتي، انتو كل يوم مع بعض. تتذكري شو كان وضعك قبله؟ كنتي منهارة اصلا. هالشاب منيح معك، معي حق ولا لا؟ معك حق،
بس أنا تفكيري مخربط. يا ريت ستي عايشة هلأ، كانت عطتني كم نصيحة. هالفترة صايرة عم بشتاق لها كتير. ما عم أفهم لشو عم تفكري هيك. يعني الشاب بيحبك كتير وأنتي بتحبيه، ما هيك مرال؟ تشربي عصير؟ أي جيبي. طيب مع هدول. أوه بتجنن بتجنن، حلوة كتير يا الله. كأنه طار عقلك ما هيك؟ لكن ما بده يطير. ولك أنا بالألعاب بيطير عقلي بهي السيارة، فكيف إذا كانت الحقيقية قدامي؟ المهم هلأ احكي لي شو القصة؟ يعني سيارة وتياب وأناقة، فهمني شو القصة؟ أنت قديشك واحد فضولي؟ روق شوي علينا واهدى، رح أحكي لك كل شي. هلأ جيت ومبلش أسئلة روق. ولك حضرتك يا فهيم لا حكيت ولا سألت ولا حتى عطيتنا خبر، شو عم تخبس؟ ممكن تقلي؟ طيب رح أحكي، بس رح أطلب منك طلب بالأول. اليوم لا تسألني عن شيء أبدا، وبعدين رح تفهم كل شيء لحالك وساق فيه. طيب يا سيدي أنا واثق فيك، لهيك ما رح أسألك. منير مارال كيف؟ منيحة؟ ايه منيحة؟ شو ايه منيحة يعني؟ شو عم تساوي؟ في شي جديد بحياتك؟ لا ما في شي جديد. ممتاز. شوف تحسين، رح اطلب منك طلب مهم. اللي شو بدك وانا جاهز. مرال خانو تفضلي معي. مرال، فكرت هاللحظة بتصير بس بالأفلام. سكتي، ما فهمت شو قصدك. لك شو اللي ما فهمتي؟ هذا شغل حبيب القلب. شو رومانسي، شو ناطرة. يلا امشي. طيب ماشي. ليكي مرال تصلي فيني، ها عم استنى. تمام يا رب. هادي امتى جاي شريكك؟ وقديش بدنا نستنى؟ ما بعرف، يمكن بعد شوي يوصل. لسه مخبي عني شي تاني هادي؟ اذا في شي لازم اعرفه هلا مشان ما اكون اخر من يعلم هون. ادخل. هلا وصل عدنان بك. خليه يتفضل. أهلا وسهلا. كيفكن؟ ما تواخذوني تأخرت شوي. لا عادي ولا حياتي. بعرفك زوجتي أسيل، هذا عدنان بيك شريكنا الجديد. تشرفت مدام. وأنا بالأكثر. وين رايحين لو سمحت؟ ما بقدر خبرك، طلبوا مني ما أحكي شيء أبدا. مين هاد؟ افتحي البراد اللي مقابلك لو سمحتي.
صحة وغنى. طبعا مثل ما بتعرف كان انسب حل لقلنا كلنا لنطلع من هالازمة الكبيرة انه نبيع حصص. وعدنان بيك اشتراهن. هادي قلت لي الحصص 60% بتوقع ما هيك؟ لونا بالنسبة لنا غير انها شركة للعمل، هي مثل طفلة عاشت معنا، لهيك اسيل عم تتصرف بحساسية شوي. اطمني مدام اسيل، انا متأكد انه رح اصير فريق رائع، وانا كمان بدي مصلحة لونا تماما مثلك. بالاذن منكم. ما تعتب على مدانتي، هي بالنهاية ولا يهمك، انا بتفهم ولا تقلق، مع الوقت بس تتعرف علي رح ترتاح لي كثير. اطمني مدام اسيل، انا متأكد انه رح اصير فريق رائع، وانا كمان بدي مصلحة لونا تماما مثلك. صوته بعرفه. تفضلي خانم. ليش اجينا لهون؟ تفضلي معي رح رافقك. شكرا. ما عطت أي ردة فعل؟ كيف وضعها؟ عحالة ما تغير شي. إمتى صحيت؟ هلأ صحيت وكنت فايتة حتى طعمية. خلص أعطيني أنا بطعمية. شكرا لك. أنت شو عم تعمل هون؟ احكيلي شو عم تعملي بغيابي؟ حلوة كالعادة ونسياني كل جروحك، الجروح اللي أنا كنت سببها. مرام، ما رح أطلب منك تسامحيني، أنا غلطت معك ورح ضل أدفع ثمن هالغلطة هي، بس أنا ما تخليت عنك
صدقيني ما تخليت عنك أبدا. أنا بزماني قلت لك أنت إلي مرة ورح أضل إلي ورح نرجع لبعض ورح نكون سوا دائما، مو هلا ولا حتى عن قريب، يمكن بعد وقت طويل رح يضل في شك بعقلك وتقولي اني رح ضل زعلك ويمكن اجرحك، بس رح تقولي كمان انه ما بتقدري تبعدي، مو هلا ولا عن قريب بعد وقت طويل، بس على الاكيد قد ما حاولتي تتهربي مني بأكد لك وين ما رحتي رح تشوفيني بوشك. خلصت؟ خلصت. بصراحة اليوم كنت بدي أقول لك شيء، ومن زمان ناوي أحكي معك بهالموضوع. من فترة دخلت وحدة بحياتي اسمها مارال، طيبة كتير، لو تتعرفي عليها رح تحبيها كتير لأنه أنا بحبها ومبسوط معها، حتى سعيد لدرجة ما بتنوصف، تخيلي. وإذا هي بتوافق عم فكر أسس معها حياتي، وبظن لقيت البنت اللي رح اتزوجها. آخر فترة قضينا كتير وعشنا أيام صعبة، هيك القدر، الإنسان ما بيقدر دائما يتحكم بحياته. بتمنى ما تزعجي حالك، ماشي؟ كل شي بيتصلح، واصحك تفقدي الأمل بهالحياة، تمام؟ يعني كوني مع مارال ما بيعني إني رح أهملك، مثل ما وعدتك من قبل رح ضل جنبك عطول، ماشي؟ رح أرجع إجي، لا تقلقي. بعرف مين انت. ما فهمت مدام أسيل. عرفتك من صوتك، انت متغير بس صوتك ما تغير. انا اسف، عن جد ما عرفت شو قصدك. لا تلعب علي، اجيت لتنتقم مني. باين عليك مانك منيحة ابدا، تفضلي عادي لو سمحتي. بس خبر هادي مين انت، رح نشوف اذا رح تضل مرتاح لهالدرجة. بعرف شو رح تعمل، بس ما رح اسمح لك ابدا نتواجه. شو أخبارك؟ منيحة وأنت؟ منيح. حبيت أتصل وأسمع صوتك الحلو. أنا منيحة. وينك أنت؟
كأنك برا البيت. ايه مزبوط، طلعت اتمشى شوي برا. امتى رح تجي؟ رح تتأخري شي؟ لا ما رح اتأخر ابدا، رح كون على الوقت. انتي منيحة؟ ايه ليش؟ ولا شي، حاسك مو على بعضك. خلص ماشي، يلا بشوفك. فجر امرني. كل شي تمام ما هيك؟ دير بالك. ايه كل شي منيح معلم. ممتاز، ما تدخل زباين قبل ما تجي مرال. ماشي معلم. طلعي لبرا. ما عم تسمعيني؟ طلعي لبرا بسرعة. رجعي بعدين. مين هالرجال؟ سألت عنه شو شغلته من وين إجا؟ أسيل، ممكن تهدي شوي وبلا هذا التوتر؟ هذا إجا لحتى يحرق قلبنا، إجا مشان ينتقم مني ومنك هادي. شو قصدك تقولي؟ الرجال يلي مفكره عدنان ما نو عدنان، هو بس مغير اسمه. تتذكر لما طلبت منك شغلة قبل سنين مو هيك؟ معلش بلا هالسيرة هاي؟ هذا نفسه، هو ما مات. انت عم تتوهمي. عم احكي جد، عرفته من صوته هالرجال مانو عدنان. شو هالحكي هاد؟ انا برأيي روحي عالبيت ارتاحي واهدي شوي، بلكي بتصحصحي. هادي يلا. مع الوقت رح يكون عندي فرصة أتعرف على كل واحد فيكن. حاليا بكفي إنكن تعرفوا أني ممنون من الشغل معكن. يا سلام، ما رح نتقلع. إيه بين عليه زلمة محترم كتير، بيضلوا مدير بالنهاية. رح ينضم اسم جديد لفريق إدارة لونا اعتبارا من اليوم هاد. بعرفكن على مديرنا الجديد. بس عفوا أنت ما جبت لي سيرة من قبل. مين انت؟ استنى إيهاب، إيهاب شو عرفت باسمي؟ انت ما رح اسمعني، بعرف انه محروق قلبك منه بس ما بيصير تعمل هيك. شو بدك مني احكي؟ انت بدك تحرق قلب هادي مزبوط؟ بعرف، وانا مثلك بدي احرق قلبه. صدقني متمني هالشي اكتر منك، لانه هو وأسيل دمروا حياتي على الاخر، وهلأ اجا دوري بدي ساوي حياته جحيم. مين انت؟ مين انت؟ احكي دغري. اهدى شوي رح تفهم.
مو معقول. هادي بي، حاسك مستغرب شوي من شوفتي. انت شو عم تعمل هون؟ انتو عم تمزحوا؟ لا انا جدي. يعني عن جد متوقع انه اقبل بوجوده هون؟ يعني من كل عقلك؟ خليك مطمن هادي بيك، خلص انا بكفلك ياه. خليك مطمن هادي بيك، لونا ناطرت ايام كتير حلوة. ممكن تجي على مكتبي شوي لو سمحت؟ يا شباب أهلا وسهلا فيكم، أنا مشتاق للكل وللونا طبعا. شو الموضوع؟ يعني أنت هلأ المدير هون؟ إيه أنا المدير. يلا شباب خلونا ما نعمل زحمة، امشوا نروح على المستودع. تفضل. شو القصة؟ لا مستحيل أقبل. ماشي الحصة الكبيرة من لونا هلأ صارت إلك وفيك تعمل اللي بدك يا، بس أنا دفعت عمري مشان لونا، مو ممكن، ما رح أقبل. هادي بيك ممكن تهدى؟ أنت عم تتصرف بعصبية. بعصبية؟ ماشي أنا رح أطلب منك تفكر مرة تانية. ما فينا نأمن نسلم لونا لإيدين ناس ما بتسوى شي. اللي بتعرف حالك شو عم تعمل؟ طبعا أنا طبعا بعرف ومتأكد من القرار اللي اتخذته. مو فاتحين بقالية، ما بيصير نحن نترك إدارة الشركة بين إيدين أولاد. شو فهموا بهالأمور؟ أساسا مو دارس. لك بس فهمني، أنت ناوي تغرق الشركة وشغلك؟ بدي أغرق الشركة؟ الظاهر نسيت أني الشريك الأكبر بهالشركة. إيه تمام، قصدي أنه هيك. هادي بيك اسمح لي كمل. أنا دافع بهالشغل، يعني غرق هالشركة بضرني إلي أكتر ما يضرك إلك، وبعدين الحصة الكبيرة إلي، يعني فيني اتصرف بالشركة واتخذ اي قرار مثل ما بدي بدون ما استشيرك حتى. بس بتعرف احترامي لك كبير، لهيك خلينا نقرر مع بعض ونتصرف على هالاساس وبدون اي مشاكل. واللي بطلبه منك انك تحترم قراراتي. نحن مو مقررين انه نرجع لونا لايامها القديمة هادي بيك؟ بس لونا إذا بتبقى تحت إدارة إيهاب ما رح ترجع أبداً لأيام القديمة. غلط اللي عم تعمله. يلي أقنعني حط مصاري بهالشركة هو إيهاب، وهالشاب اللي مو عاجبك أنت مدين إله بكتير شغلات، يعني اللي أنقذ لونا هو إيهاب. أنتوا شايفين الوضع وبتعرفوا إنه لونا فيها تراجع، بس أنا واثق فيكم كلياتكم فرداً فرداً. رح نرجع لونا قوية مع بعضنا. ايه؟ ما بدكن تقولوا لي شي؟ شو بدنا نحكي؟ كلنا مصدومين كتير. انت مو انطردت من هون؟ طيب كيف رجعت؟ ورجعت كمدير؟ شو القصة؟ لا تفكروا بهالموضوع، القصة طويلة. يعني نحن هلأ لازم نقلك إيهاب بيك مو هيك؟ ايه؟ بين بعضنا ما في داعي أبداً تقولي لي يا بيك، عادي. بس بقلب الشغل الوضع مختلف، يعني من شان المظهر العام. طيب أنا هلأ خلصت كلامي، ما رح أشغلكن أكتر، إن شاء الله موفقين. امشوا يلا. إيهاب مبروك. ما كنت بتعرف؟ ما عندي خبر. إذا بيسألك عن مارال اسحق تقله أي شي عن اللي عم يصير معها، عن حبيبة مثلا. شبك أنت يعني معقول أحكي هيك شغلة؟ إيه تمام. إن شاء الله ألف مبروك لكان. الله يبارك فيكي. تحسين شوفك المساء. شبك شو صار لك؟ طيب أنت ليش ما خبرتني أنك صرت مدير؟ لشو هالسرية كلها؟ اضطريت. فهمني تحسين. ما في داعي أفهمك، بس مو مشكلة، المسا بشوفك.
ممكن فوت؟ طبعا طبعا تعي. شو وين الكل؟ مالي شايفة حدا تحت. ما بعرف لكني أنا هي وصلت كمان. احتمال يكونوا عاملين شي اجتماع للموظفين. عادي. أكيد أنت هلأ حابة تعرفي ليش طلبت منك تجي لهون. طبعا. عن قريب في إلك مفاجأة. كيف يعني؟ شو المفاجأة؟ ما فيني إلك. عن قريب بتعرفي القصة. طيب لمحيلي شوي. ساعتها ما بتصير مفاجأة. بس المهم أنت تضلي عم تشتغلي منيح. وحاولي دايما تكتري رسوماتك وملفك دايما خليه في رسومات جديدة. طيب ماشي. طيب على فكرة اشتقت لمرال القديمة. وين راحت هالبنت المتحمسة القوية الشجاعة؟ وينها هديك البنت؟ لأنه ما ضل عندي رغبات كبيرة. عم ارسم لحالي ومكتفية. يعني خلص ناوي تقضي على موهبتك مو هيك؟ أنا هيك مرتاحة عن جد. لا تضحكي على حالك، فكري باللي قلته. هاتي الملف منشان نشوفه هلا. أنا لو ما كنت صادفت إيهاب ما كنت قررت شغل المصاري. بس هو حكالي عن لونا بطريقة خلتني شوف الحماس بعيونه هادي بيك، وحسيت بهالرابط يلي بربطه بهالشركة. طيب حكالك كيف قبل ما يتقلع من هون كسر البلور والطاولات والمحل كله؟ نحن والشباب كلنا كنا هيك. بتصير هيك أمور بعمر الشباب، مزبوط حكي؟ اللي بدي أقوله، بعد ما حكيت أنا وإيهاب قررت، قلت له إنه الشركة بتناسبني، وبتعرف أنت كل الباقي طبعاً، وقت صرت أتراسل معك. طيب بس إنه واحد ما عنده توازن لهالدرجة، هي عن جد أنت مقتنع إنه رح يدير هيك شركة ويعرف يرجعها مثل قبل؟ بالتأكيد نحن رح نستفيد من طاقة إيهاب بالشركة، وإيهاب حسب تصوري رح يضيف لون جديد للونا. بس ما أنه دارس، لسه السنة الماضية كان عندي هون مجرد صانع حلويات. ليك هادي بيك، بلشت بعمر 15 سنة وكنت شغيل بالسوق، وبعمر 22 سافرت على أمريكا، ومن الصفر وصلت للقمة بالرغم من كل الوسخين اللي صادفتهم. وهلأ عمري 45 وليتني أنا خريج جامعة واللي مركزي، ومعي مصاري بتكفيني ببساطة لصير شريك بهالشركة، وحتى بتكفيني لأقدر اشتري شركاتك. يعني نجحت، وهالشاب اللي اسمه إيهاب كمان بيقدر يعملها، وحتى إذا عطيناه الفرصة يمكن يقدر يعمل أكتر. إن شاء الله وصلتك فكرتي. قماش الساتان بيناسب هذا الموديل، لاحظي ما؟ هيك تمام. كيف شفتيهم؟ شو رأيك؟ عجبوكي؟ ايه بشكل عام ايه، بس كمان لازم تشتغلي كتير، ولا تنسي شو قلتلك، إذا بتفقدي حماسك انت رح تكوني خسرانة، فهمتي؟ تمام بكفي هيك اليوم. بس أنا كنت حابة أعرف شو المفاجأة. حاجة تنقي بقى، ما فيك تسحبي الحكي من تمي. عن جد شكرا لك لأنك اتصلتي فيني. أنا ناطرة أعمالك الجديدة. ماشي تمام، مع السلامة. الله يسلمك. أنت شو عم تعمل هون؟ شو عم تلاحقني يعني؟ لا أبدا، أنا عم أشتغل هون. عم تمزح؟ إيهاب بيك، من بعد إذنك في شوية أوراق بدهم توقيع من حضرتك. ماشي حطيلي إياهم على مكتبي. حاضر. شوفي تفاجأتي. ألف صحة وهنا. شكرا. مارال، ناطرتك بدي احكي معك بموضوع مهم. إيهاب عم بيشتغل هون؟
طيب وانت شو عرفك؟ ما انا كنت بدي خبرك، وعلى فكرة اذا بدك صار مدير هون. مدير بيلونا؟ ونحن لسه هلأ قدرينا، وهلأ نحن مصدومين. انت منيحة طيب؟ السيارة اللي طلعت فيها اليوم الصبح، ايه ما كان زياد، كان إيهاب. لا بقى، عم تحكي جد؟ ايه عن جد، بس انا كتير اتضايقت، يعني ما صدقت نسيت شو جابه هلأ، وعم بيقول لي يعني وين ما رحتي رح تشوفيني، شكله مو ناوي يتركني بحالي. هي ليكي، طيب شو رأيك هلأ تعدي وترتاحي شوي وبطلب لك جاتو قهوة، وهيك بتهدأ أعصابك، وبس خلص بنقعد نحكي سوا. لا حبيبتي معلش، متضايقة شوي، بدي اطلع اتمشى. طيب خلص مثل ما بدك. يلا بشوفك. تمام خلص مثل ما اتفقنا، بكرة لا تنسي تذكريني فيهم. ايه مرحبا هادي بيك. اسمع منيح ولا ما رح خليك تاخد لونا مني، وانت غلطت كتير لما طلعت بوشي، وانا رح ادعس عليك وامشي. وليش هيك معصي؟ لا تعمل هيك بهالعمر هاد، انت عم تأذي حالك هادي بيك. فكر حالك رجال، ما رح اجيت لهون وبدك تصير هلأ مدير شركتي؟ لا تنسى انه هي هلأ ما عادت شركتك، صار في عندك شريك. صحيح اذا بطير زوجتك اسيل وبفتح لك دفاتر الماضي، وقتها فين يكون مدير بكل رياحة. يمكن قدرت تضحك على عدنان بيك، بس هاللعبة هاد اصحك تفكر يمشي علي. بتشوف كيف رح اضحك انا بالاخر، بتشوف كيف رح اضحك عليك وانت نازل على هالدرج ومقلع من الشركة. رو لا توثق بحالك لهالدرجة، اذا بتتذكر هون بالضبط قلت لك منتواجه. اطلع رجعت لعندك مدير، برأيي ما تحكي كلمة مالك قدها. خاطرك هادي بيك. ألو حبي، كنت بدي أقولك فيك تيجي اليوم بكير؟ يعني إذا ما عندك شي. مثل ما بدك، بس لا أمرق على البيت بالأول وغير ثيابي. طيب ماشي، بس لا تتأخري. ها تمام شوفك. وين جايب هالحكي هاد؟ قال وين ما رح روح أكيد رح شوفه قدامي. مارال لا تردي عليه ولا تزعجي حالك بالموضوع، لأني بعرفه كتير منيح، ما رح يقعد عاقل ورح يزعجني. خلص أنت هلأ لا تفكري بهالأمور وانسي لإيهاب بقى. ماشي، بعدين إذا ما عطيتي وش بشكل طبيعي رح يمل، وبعدين هلأ في حدا بحياتك. صراحة مالي حابة أروح لعند زياد وأنا هيك متضايقة. خلاص لا تقولي هيك، وبعدين اليوم يوم مهم. طيب أنا طالعة. تمام، أهم شغلة تصلي فيني وخبريني، لا تنسي بعدين بطق إذا ما خبرتيني شو اللي صار. أسيل ليكني أنا تحت. أسيل شو قاعدة عم تعملي؟ أنا كنت بس عم ألقي نظرة على الصور. لسه محتفظة بهدول الصور؟ لا ماني محتفظة فيهم، بس بالصدفة لقيتهم بين الصور. هاتي لأشوف. على فكرة ما بيشبهه لعدنان. هادي عم قلك عرفته من صوته، لما حكى حسيت مثل خياله متأكدة كتير من إحساسي. عدنان هو هذا الرجال بذاته. ليكي شو مكتوب؟ الشخصان اللذان كانا في السيارة التي سقطت لم يعثر عليهما، وتأكدت بنفسي. حبي متأكد أنه مراد مات. عم تتوتري على الفاضي. ماشي أنت ما عم توثق فيني وما عم تصدقني. موافقة، بس أنا متأكدة الرجال يلي مفكره عدنان مانو عدنان هو هداك. على الأقل لا توثق فيه لفترة مشان هالإحساس يلي جاييني. تعي نتفق على الموضوع،
عدنان مانو الشخص اللي عم تفكري فيه، بس مشان القصة التانية معك حق، عدنان ما لازم نوثق فيه كتير. صار شي مو هيك؟ شوفي، بتتذكري في شاب الولد تبع الشوكولا؟ ايه، صار هو مدير لونا. كيف؟ ايه نعم. يعطيك العافية. بس يا الله ريحتها كتير طيبة، شوفي بقلبها. خليني أجرب بقى لأعرف الطعمة. ما بصير، لأنه هذا مو أكل الموظفين. وشوفي إذا دقتها، ليش بتعصب على طول؟ فهميني، أنت ما عندك شغل؟ آه، كم مرة بدي أقلك لا تلهيني وأنا عم بشتغل، يلا طلعي. طيب ما في داعي تعيط، رايحة. لا تردي عليه رشا، لا تردي، الغليظ غليظ هيك أخلاقه، بس يفوت على المطبخ بيتغير كل شي فيه حتى شخصيته. ايه ما كان ناقصني غيرك يا اخي، ما في غير ادم تتسلوا فيه بهالمحل، تسلوا بغير مكان. اف شو عملت؟ ها هيك جرحت للبنت؟ زياد لا تضغط علي، تمام؟ لازم كل واحد يعرف حدوده، وبعدين انا شايف هذا المطبخ، وعلى فكرة انت عم تعطيه وش كتير. طيب طيب ما حكينا شي، خلص. ايه هلأ هذا قلنا؟ ايه معلم، ميليستروني، هذا الطبق المميز يلي رح نبدأ فيه. نقيت كل المقادير بنفسي وشخصيا، وضفت عليهم السبانخ، وجنب هالمكونات كلها في شقف لحمة، أكلة كتير طيبة. يا سلام، مطابخ هالمرة كتير شغلات. ايه هالفترة مطور أكلاتك والحب نفعك بقيمته. أنت بتعرف شو برأيي؟ حب رشا هو اللي نفعك. لك يا الله، شو يعني عم كذب؟ على أساس مو معجب بالبنت؟ أخي زياد الله يخليك، اطلع لبرا، اطلع لبرا، اطلع اطلع اطلع، 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 عندي شغل كتير. ألو؟ في أوقات شتي عليكي ورد منشان تضلي متذكرة أنت لمين.